कसूर देखो जुदा ना हुआ हमको पहले हमारे भाई की फरमाइश पर कलाम पेश करता हूँ। एक मरतबा अगर महबा से दूर पाक पढ़िए فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار مختار کل میں جسے کو جو چاہے عطا کر دے سوراخ کو بھی وہ سونے کے دو کنگن عطا کر دے مشہور سونا تو مرد پہ حرام ہے لیکن میرے چاہ آقا چاہے تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر سکتے ہیں فرماتے ہیں سوراخ کو وہ دو سونے کے بھی کنگن نبی مختار کل میں جسے کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل میں جسے کو جو چاہے عطا کر دے نبی سے جو گئے بگاڑا اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر مالو جان اچھا یہ قطع مند اشعار ہے یعنی دو اشعار کو ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو معنی واضح ہوگا یہ یہود و نصارا جو آج ہم پر قابض ہونا چاہ رہے ہیں نبی اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ فقط اس وقت ہے ہم پر آزمائش ہے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے یہ شامت اعمال ہے لیکن یہ نہ سمجھو کہ میرے مصطفیٰ کے اختیارات کم ہو رہے ہیں معاذ اللہ بلکہ کیا معاملہ ہے تو فرماتے ہیں فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے کیوں کیوں چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کرے
جو چاہے عطا کر دے. آئیے مل کر مولا کائنات کی بارگاہ میں من خبر سے پہلے ایک بڑی بار بلند آواز سے درود پاک صلی اللہ علیہ Bye.
किसी भी नवा से कहता वो बात मुश्किल कुशा से कहता वो से अली वाले तो कोई और हैं, इसीलिए शायर ने कहा मन के दे सीने दे विच मन के दे सीने दे विच बचता है पढ़ के बचता मेरे इमाम ने
देखिए कोई भी बाग होता है उसके अंदर फूल भी होता है और उसमें खुशबू भी होती है, लेकिन बाग बनाने के लिए पहले तो जमीन चाहिए, उस पर पानी चाहिए। पानी होगा तो फसल बनेगी, जब फसल बनेगी तो गार्डन तैयार होगा, जब गार्डन तैयार होगा तो उसमें फूल आएंगे, जब फूल आएंगे तो उसमें खुशबू होगी। मेरे इमाम फरमाते हैं गौसे आजम रज़ियल्लाह तआला अन्हु किस बाग की कैसी खुशबू है, तो फरमाते हैं नबवी की। जो पानी मिल रहा है वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिल रहा है। फसल जो उग रही है वो मौलाए कायनात दे रहे हैं, उसके अंदर जो बाग बन रहा है वो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दे रही है, उस बाग के अंदर जो फूल है वो इमाम हसन की सूरत में मौजूद है और उस फूल के अंदर जो खुशबू है वो इमाम हुसैन की है। फरमाते जब इन पांचों को मजमुआ मिला दो तो क्या बनता है, गर्दन में भी है दूर का कोना तेरा, इस निशानी के जो सांस गए नहीं मारे जाते हश्र तक मेरे गले में रगे पता तेरा, हश्र तक मेरे गले सवाल है और मेरा खाजा।
فرمائش کی میں بھول گیا پڑھنا تو مجھے واپس موبائل میں دکھایا کہ پیش کرنے میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور انصار احمد مارفانی صاحب کے ساتھ آئے ہوئے ہمارے محترم سیفتین صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ختم چاہیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
فقد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم